بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين. استمعي إلى هذه المفردات ثم بيني معانيها. قوله تعالى: والله عنده حسن المآب. ما معنى المآب؟ أي حسن المرجع. صحيح. قوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب. ما معنى حافظات للغيب؟ صائمات للعرض والمال في غيبة أزواجهن. صحيح. قوله تعالى: فلا تأس على القوم الكافرين. فلا تأس أي فلا تحزن. أيوة. ولا تتأس. صحيح. قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. سقاية الحج، سقي الحجيج الماء. صحيح. قوله تعالى: ألا بعدا لعاد. ألا بعدا لعاد قوم هود. بعدا هلاكا وسحقا لهم. صحيح. قوله تعالى: وما تغيض الأرحام وما تزداد. وما تغيض الأرحام، ما تنقصه وتقلصه. صحيح. قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أنقاض محلول الفتح. قوله تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة كبيرة. لا يغادر، لا يترك ولا يبقي. صحيح. قوله تعالى: فتقطعوا أمرهم بين تفرقوا في أمر دينهم. صحيح. قوله تعالى: ألف لام من غلبت الروم. غلبت قهرت فارس من الروم. صحيح. قوله تعالى: والذين يسعون في آياتنا معاجزين. ما معنى كلمة معاجزين؟ أي مسابقين ظانين أنهم يفوتوننا ويعجزوننا. صحيح. قوله تعالى: وترى الفلك وترى الملائكة حافين من حول العرش. حافين محيطين. صحيح. قوله تعالى: ولا يكاد يبين. يفصح الكلام للفظة في لسانه. صحيح. قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. ولا تلمزوا لا يعب ولا يطعن بعضكم بعضا. صحيح. قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. بمنازلها أو بمغاربها. صحيح. قوله تعالى: كأنهم خشب مسندة. إلى الحائط أجسام بلا أحلام. صحيح. قوله تعالى: وإذا السماء كشطت. قلعت كما يقلع السقف. صحيح. قوله تعالى: لست عليهم بمسيطر. بمتسلط جبار. صحيح. قوله تعالى: ولا يحض على طعام المسكين. لا يحث ولا يبعث أحدا. بقي لك السؤال الأخير. قوله تعالى: غلبت الروم. ما محل كلمة الروم العرب هنا؟ ألف لام ميم غلبت الروم. ما إعراب كلمة الروم هنا؟ فاعل مرفوع. لا، ألف لام ميم غلبت الروم. غلبت الروم ما محل كلمة؟ نعم، خبر. خطأ، إنه نائب الفاعل مرفوع. بارك الله فيك وفتح الله عليك.